وقبل ما يتكمل المشوار اسم جديد، اسم جديد لإنسان رح يولد من جديد بالزيت بيمسحه الكاهن وللرب بكرسه. اسم جديد حتى نقول إنه هالإنسان اللي بيه وأمه جابوه لحياة هالعالم الله ولده اليوم من حشا المعمودية، من حشا الكنيسة البتول. الله ولده اليوم لحياة الملكوت، مثل ما الله حط إيده على أبرام وصير له اسمه إبراهيم، وحط إيده على ساراي وصير له اسمه سارة، ومثل ما الرب بيحط إيده على كذا إنسان بيدعيهم للتكرس وبيتغير اسمهم، هيك بالمعمودية اسم جديد لمولود جديد. اسمه اسم قديس، لا بدي غير له اسمه، مش المطلوب بس انه يكون الاسم اسم قديس، المطلوب انه يكون الاسم جديد لمولود جديد. بزيت انمسح تيصير كله للرب، وصار هلأ مهيأ تبع الرب يفوت بسر الموت والقيامة. ربي أعطينا أن نختبر كل يوم أكثر أنه نحن بكليتنا مكرسين إلك بمعموديتنا. آمين.